مشاهدين في باقي قناه شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا الان مع هذا الاب الخمسه ديال الوليدات، كيقول انه كيتعرض للاعتداء والحقره من طرف صاحب ديال شركه. هذا السيد كاي واحد من الساكنه، شنو هو شنو عنده؟ ديبو مهم زعما ديبو عشوائي، المهم انت غتكشف لينا داك التفاصيل. يعني كيتعرض منه، حيت كيتعرض منه الحقره والعنف، وكيصيفط ليه اشخاص اللي كيقوموا بهذه الامور هذه. هذا السيد كسائر الناس ساكن في واحد المنطقه، مشى شكى بهذا السيد حيت كيدير يعني الدخان ومسبب لهم ازعاج وكيمرض الوليدات، فاش ولا داير معاه واحد العداوه، ولات بناتهم عداوه. دابا كيشكي به وعده شكايات، ولكن مازال ما خداش الحق ديالو. السلام عليكم الشريف، شنو المشكل اللي عندك مع هذا السيد؟ عاود لينا. السلام عليكم. علاش شكيتي به؟ وعلاش ولات بيناتكم هذه العداوه؟ السلام عليكم، وكنشكروا هاد شوف تي في، وكنشكركم القناه اللي كتوقف مع الناس. الله يرحم الوالدين. هذا السيد دزعت ليه الشكايه الاولى في العماله. هذا السيد شنو داير لكم في الدرب؟ هذا السيد كان منوط طنجه في الدرب هذا كامل. دازت في الدوزيم، دازت في إيداع، ما خلات فين دازت. شنو داير هوايا؟ شنو داير؟ داير باتريات، كيدوب باتريات. شمن منطقة هادشي؟ في عين الحلوف، منطقة إقليم مديونة. أها، كيدوب هذاكشي فاش كيدوبو كيطلع الدخان، شنو كيدير الدخان طجة، كيكسر الدار بيضا كاملة، كانوا كيهضروا لي بجميع إيداعات. أها، يعني مسبب لكم إزعاج ضرر. سبب لينا حنا، سبب الساكنة، سبب المشاريع ديال الناس. مشاريع ديال الناس سبب لهم الدخان. انتم كاملين من المنطقه مرضتوا؟ كل شيء مريض، ولادنا كل شيء مريض. علاش الساكنه الاخرين ما تشكاوش؟ انت بوحدك اللي تشكيت؟ كل شيء تشكى، كل شيء تشكى بالدخان. الدار البيضاء كامله تشكات من الدخان، الدار البيضاء كامله كيتشكاو بهذاك الدخان. يعني انت تجي دير شي شكايه بهذا السيد؟ انا درت فيديوهات بهذا العشوائي اللي داير هو تاع الباتريا، وتبعت العماله، وتبعت الشكاية الداخلية. قلتي لي أن من درتي هاد الشكايات الحمد لله السلطات استجبوا لك وسدوا لك. جاو سدوا، جات الداخلية، جات اللجنة سدت لي. يعني الحمد لله داك الشيء اللي بغيتو راه وصلتوا لي، يعني راه السيد اللي كان داير لكم ضرر وإزعاج يعني ما بقاش خدام. سدينا لي. علاش ولات هاد العداوة هاد السيد؟ علاش ما هذا من سدوا لي ما صارش من يدوز ليا. ياك ما صارش من يدوز ليا، ولا كيحرش عليا بزنازة، ولا كيحرج عليا ناس اخرين، ولا كيحرج عليا اي واحد يحرج. يعني هاد السيد ولات عندك معاه بحال ولات عندك معاه عداوه؟ هو كيبقى برا وكيمشي يحرج عباد الله، باش كملها مشى حرج عليا داك اللي كاري ليا، اللي كاري ليا مشى حرجهم، قال لي تخرجوا من الدار. جا داك السيد عندي، دخل عندي النوبه الاولى، جا عندي شافني عندي العمليه، جا عندي ديجا من جيت من السبيطار، اتفق معايا باش غادي، قال لي انت دابا درتي تهرستي درتي عمليه ما بقيتش خدام، غتعطيني شي حاجه تاع الفلوس، غناخذ لك محل وغتخوي من هنا وناخذ لك محل. قلت له ما كاينش مشكل، انا نيت باغي محل فين نستقر انا ووليداتي. عطيته 5 مليون، مشى خاد لي محل، مشى خادو من عند السيد، جاب مرتي، قال لي واش تقدر تشوف المحل؟ قلت له ما كنقدرش نوض، حتى البيت المحل. مشيت صيفطت مرتي وبنتي الكبيره، مشاو شافوا المحل، ملي شافوا المحل جاو، عطيتو 5 مليون، داز خاد 5 مليون. ملي حرسوا هذاك المرشح، جيت دخلتي عليا للدار، حاطينك الفطور، حطاتك الماء الفطور، ملي حطاتك الفطور، انت قلتي لي غتخوي المحل، قلت لك فين هو المحل؟ يعني السيد بحال كيف عليك بطريقه غير مباشره. دابا حاليا انت تعرضت حتى لعمليات نصب. النصب مازال ما خديتيش الحق ديالك في هذا العمل. النصب تا هو عندك شي دليل انك عطيتي؟ ما عنديش، انا عندي لا صافي، ورا مرتي وبنتي وراهم المحل، قال لهم المحل ودخلوا شافوه. اذا صافي دابا انت حاليا سيدي باقي كتعرض مضايقات من طرف؟ باقي كنتعرض لجميع المضارات كنشهد لهم، انا ولا بناتي. بطبيعة الحال عندك بنيتات وعندك وليد، يعني وليتي خايفة؟ بناتي ولات عندهم حالة نفسية، ولاو كيتخلعوا، ما بقاوش كيقدروا يخرجوا. شحال في عمر وليداتك؟ وحدة عندها 10 سنين، اللي سمعوا ديك الهضرة، عندها 10 سنين، وحدة عندها 12، وحدة عندها 14، هذو اللي سمعوا الهضرة. الكبار، الكبار ما كانوش بيتين في الدار، الدري والدري الكبار ما بيتينش في الدار، بيتين عندها. أنت حاليا سيدي بغيتي
القضاء انه ياخذ لك حقك من السيد اللي نصب لك ومن هذا السيد اللي كيتعدى عليك اللي كيحرش عليا، وبنت السيد الاخر اللي كان هي بنته حتى هي هجمت عليا. يعني بحال دابا انت وليتي في ديك المنطقه تقريبا كل ومسجله، هادشي اللي كنقول لك راه مسجل، جات هجمت عليا بواحد هذا وما كنتش انا في الدار وهجمت لي على ولادي في العشيه مع السبعة العشية. يعني دابا انت الحمد لله هادشي كاين في القضاء، بغينا القضاء انه ينصفك ويعطيك الحق ديالك. لا شنو الرسالة ديالك للقضاء؟ جميع الشكايات درتها. يعني بغيتي القضاء انه ينصفك؟ لا ياخذ لي حقي، ما كاين حتى حاجة، ما كاين جميع. بغيتي تخلي الرقم ديالك ديال التليفون؟ كاين رقم كاين. قولي الرقم ديال التليفون والمنطقة فين ساكن؟ ساكن بحال الحلول. اها الرقم ديال التليفون عندي 68 06 68 95 49 89. قناة شوف تيفي، كنتمنى منكم ان شاء الله انكم تبارطاجيو هذا اللايف وهذا الاب ياخذ الحق ديالو. كيف ما سمعتوا انه تعرض لعمليه نصب في 5 مليون، السيد خدا ليه المبلغ ديال 5 مليون على اساس انه غياخذ ليه واحد المحل يعني سكنه، وفي الاخر ما كاين والو، غدا الفلوس وما كاين حتى شي حاجه. والسيد الاخر اللي عنده معاه عداوه واللي هو صاحب شركه او ديبو في المنطقه اللي كيدير الدخان وداك الشيء، وفاش كان كيسبب ليهم ضرر وازعاج شكا به فسدوا المحل، يعني ولات واحد العداوه. يعني كنتمنوا ان شاء الله ان هذا السيد ياخذ الحق ديالو. الحمد لله حنا في دوله الحق والقانون، وكنتمنوا ان شاء الله النداء ديالو يوصل للسلطات والقضاء والناس المسؤولين. وهنا مشاهدينا بقى لي اذن ودعكم، نتلاقاكم في بث اخر موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبارك.